لما حضروا مصلحة الوطن فوق مصلحه الاشخاص يا دوب شخص حميد شباط ويا دوب شخص رئيس الحكومه باش كل الامور واضحه حنا من هنا للانتخابات المقبله غنحددوا جميعا شنو هي مصلحه البلاد ممكن تعتذروا للسيد رئيس الحكومه على هذه السيل ديال الاتهامات ديال داعش والمصاد شكون اللي اتهم رئيس الحكومه بداعش وسائل الاعلام انا حطيت سؤال لا رجع للتدخل ديالي الشخصي اثناء مناقشه في الولايه ديال الحكومه السعوديه الى مكان بلا قلت ما علاقتكم لان ظهرت دوله تنظيم دوله جديد شنو هي العلاقه هذا ليس اتهامي اخي واتهمتم بالكذب بالك... والتضليل اكبر لا ف... لا اكبر فاسد اكبر اتهمتم فيما مشى شي دوله كيكون فيها الفيضانات واتهمتم يعني بجميع الاوصاف والمعاني الله يرحمنا بالشتاء نعم لا يرحمنا بالمطر واش 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 اذا اذا اقتضى الحال اذا طلب حزب العداله والتنميه مثلا كشرط لاي تقارب اعتذار اعتذار من طرف سي عن لا كل لا ما بدر اولا معارضه والحكومه في العالم تتكون اللغه لا طالعه ولا تيكون منطقيه ولكن منطقيه ومنطق هذا راه المنطق شنو المنطقه اللي تبعتي اليوم الدول كلها ديمقراطيه اليوم امريكا داخل حزب واحد مثلا داخل الديمقراطيين اول ما ترشحات كلينتون بدات عليها الحرب من طرف الناس ديالها ما قالوش ما قالوش لي شوف اولا شخصيه عامه اللي تتكون شخصيه عامه تتكون معرضه للانتقاد اللي ما بغاش يقبل الانتقاد الشاب ثم واسعاش يهبط وحالته لدار ويقابل وليداته ولكن حنا ما دام اننا شخصيه عامه تنقبلوا النقد وتنقبلوا الكلام كيفما كان ماشي بالتصفيق.